فكرة المشروع هي موشن كابتشر سوت. المشكلة كانت ان في عدد كبير جدا من الناس اللي بتعمل عمليات جراحة عظام ومفاصل، بعد العملية بيحصل عندهم مضاعفات بسبب ان هم بيتحركوا حركات معينة ما كانش المفروض يتحركوا. في ماشينز موجودة ميتل كبيرة كده بتركب على المفاصل معينة عشان تحدد الانجل اللي مسموح لك انك تتحرك فيه، بس للأسف الماشينز دي زي السي بي ام وغيرها مش ممكن تتركب على كل المفاصل، ممكن اركبها على رجلي بس في مفاصل معقدة ما ينفعش تركب عليها حاجات زي دي. لو في عملية في الظهر او عملية مفصل معقد زي الكتف الموضوع بيبقى اصعب بكتير جدا. قررت استخدم الموشن كابتشر سوت. المريض هيلبس السوت والدكتور هيحط الليميتس بتاعة المريض. لو جه المريض يتحرك out of this range السوت هتديله alarm على شكل vibration. السوت كمان ممكن يتم استخدامها في الفيزيوثيرابي، هتعدل على حركة بتاعته عشان تخليها perfect زي اللي بتتعمل بالظبط في مركز العلاج الطبيعي. طيب أمرني. سؤال كتير بسيط. فضل. شو البارت الجاهز؟ شو البارت اللي بدك تعمله بالبرنامج؟ الهاردوير اوريدي جاهز. السوت جاهز. السوت جاهزة. You don't have to make it. No, I don't have to make it because it's already exist. السوت بتاعت الموشن كابتشر بالظبط ممكن اعملها، انا بس محتاج ازود عليها شويه اضافات بسيطه عشان تديني حاجات اكتر، ابيليتيز اكتر في اني اعمل مونيتورنج لحاله المريض. طيب السوت اللي موجوده دلوقتي كومبليت سوت ولا بتلبس كذا قطعه؟ هي السوت اللي موجوده دلوقتي بتاعت الانيميشن والجيمنج كذا قطعه، لان هم بيهتموا بحركات تانية احنا ممكن ما نهتمش بيها. تمام، ففي حاجه قطع مثلا بيركبوها على الدماغ عشان يقدروا يقروا حركه الدماغ وما الى ذلك. بس بعد التطوير اللي انا ناوي اعمله ان شاء الله هتكون مكونه من قطعتين ماكسيمم ثلاثه لو احتجت ان انا ازود سنسورز عشان المريض يقدر ما يضطرش انه يلبس القطعتين في نفس الوقت. فيك تقسم هالسوت على مثلا تكون بس على الكتف ولا لا؟ مش دلوقتي، بعد التطوير ممكن.